بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة فاصوليا دايت، يعني تنفع دايت وصحية وإن شاء الله تكون كويسة وطعمها جميل. حطيت فيما يعادل معلقة زيت زيتون، حط بصلة على النار، ونسيبها لحد ما تدبل تتشوح وتدبل. حطيت معلقة زيت زيتون والبصل وهسيبه لحد ما يتشوح ويدبل. هنزل بجزر مبشور عليها ونقلب كده مع البصل. البصلة دبلت، انزل الطماطم وهقلب واسيبها تتسبك شوية. هحط هنا البهارات، فلفل، فلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه ومعلقه زعتر وملح، احطهم هنا واسيبها تتسبك شويه. انا كنت طلعت الشوربه وحطيتها شويه في الثلاجه عشان تعمل الطبقه الدهنيه واشيلها، بس مش هنضيف الشوربه غير لما الطماطم تتسبك شويه مع الحاجات. وقبل ما نحطها على الطماطم ما تتسبك شوية هنصفيها ونزود كمان شوية مية عشان هي تكون خفيفة، يعني لان هي الوصفة تنفع للدايت، يعني هي للدايت اصلا، يعني وصفة الفاصوليا دي للدايت. هنا الطماطم اتسبكت شوية فهنزل بقى بالفاصوليا عشان تاخد مع الخضار مع الجزر والطماطم والحاجات. وانا اصلا كنت حطيت البهارات والحاجات فكده، وهنسيبها بقى شوية. ونسيبها بقى تستوي مع نفسها وكده، وان شاء الله تكون طعمها كويسة ودايت وخفيفة على المعدة. شكرا. تمام.